مشروعي كبير يعني. إخوان، السلام عليكم. معكم تاغي عبد اللطيف من قناة أفكارمي. أول حاجة بغيت نقول لكم هي هاد الكاميرا، هاد النوع هذا اللي كيكون هاد السيري هذا اللي خصكم تلاحظوا معايا هنا. هذا لما لقيتو السيري ديالو يعني مسالي بالآينة ما فيش الأوديو. بالنسبة للدي في آر يعني ماشي مشكل، يكون واخا ما يكونش كتركة ولكن تكون فيه، يكون من الماركات الاخرين اللي كيكونوا جداد. كما كتعرفوا الاخوان، كنبغي نشارك معكم اي معلومه كنعرف وشي خدمه كنخدمها، كنبغي نشارك معكم كاع المعلومات اللي ممكن تنفع اي واحد بغى يدخل لهذا المجال هذا. كما كتشوفوا هذه الكاميرا هذه فيها اوديو وستيل مزيان، يعني كتكون جيت لاكاس. بالنسبه للتلفازه يعني حتى هي كنحاولوا نديروها في لاكاس. كما كتشوفوا هذه بالنسبه للباب كتكون شاده لينا المساحه كامله. هذه كتكون شاده لينا لي كويزيني اللي كيكونوا كيطيبوا. هما كاينين سبعه الكاميرات، كاين ثلاثه الكاميرات على برا اللي شادين لينا اللوك اللي كو. هذه كاينه شاده لنا اللور ديال الريستورون، وهنايا شاده لينا لي كولوار، كاينين جوج كل وحده شاده لينا كولوار. كما كتشوفوا هذه شاده لينا الباس من هنا، وكاينه وحده هذه شاده لينا لي كليون. الكليون اللي كيجيو كيبغيو يتقداو شي حاجه، هذه موجهه في الوجه ديال الكليون مباشره. عاد كاينه هذه شاده الكولوار. بالنسبه للدي في ار ودي يعني كنحطهم تما قراب لاكاس لتحت، يعني كتكون في الكولوار من التحت كيكونوا حتى الريزو، حيت هنا فين كاينه الديستريبيسيون ديال الريزو تاع هي. بالنسبه للتلفازه حتى هي كتكون قريبه لاكاس، كتكون موجهه للزبائن وفي نفس الوقت يعني راه كيشوفوا حتى الكليون. بالنسبه للكاميرا اوديو كما كتشوفوا هذيك الأ ضروري، خاص هذيك الأ ضروري، هي اللي ما كانش هذيك الأ راه ما كاينش فيها الاوديو. كما كتشوفوا هي وحده فيها الأ وكاينه هذه اللي حداها ما فيهاش. هانتوما شوفوا هما نفس الكاميرات بحال بحال، هذه فيها وهذه ما فيها، باش تردوا البال وصافي. الفرق بيناتهم شي 60 درهم 50 درهم 60 درهم، هذا هو الفرق بين اللي فيها الاوديو واللي ما فيهاش الاوديو. بالنسبه للدي في ار كما قلت لكم يعني يكون الفيرسيون الاخرى احسن، تكون الفيرسيون الاخرى تكون الجوده ديال الصوره مزيانه. يعني بالنسبه للكاميرا الطوال 5 ميجا عاديين معروفين هادو اللي كيكونوا برا، والكاميرا ديال لاكاس حاولوا ديما يعني تهبط بواحد المتر ونص على البلافو وتكون قريبه لاكاس، على حساب باش تشد لينا الفلوس الصرف، تفرق لينا ما بين 200 درهم و 100 درهم، ما بين 400 و 1000 ريال، ما بين 100 ريال و 1000 فرانك و 2 درهم. يعني مهمه بزاف هذيك اللي في لاكاس، كاميرا ديال لاكاس ديما بنادم يركز عليها مزيان. مهم هذا هو اللي كان الخوت في هذا الفيديو، كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه. اي اسئله اي معلومات احتاج شي واحد خليو لي في التعليقات. كما كتشوفوا هاد الكاف خدمنا ليها السيرفيونس، خدمنا ليها الريزو، دات لينا شويه الوقت ولكن الخدمه طلعت زوينه. هادشي علاش بغيت نشارك معكم هادشي. الا كان لقاني الوقت يعني غادي نوريكم شي حوايج اخرى في هاد الكاف النيت. دابا اللي هزيت لكم منه يعني غير السيرفيونس، ما هزيتش لكم من الاكليراج وداكشي الاخر. المهم مع الوقت ان شاء الله غادي نخدموا كل شيء، الله ييسر الامور. المهم كان معكم تاع عبد اللطيف، ما تنساوش تدعمونا بلايك شير اشتراك في القناه. طبعا نكون، السلام عليكم.